هذا البرنامج برعاية دينيس أحسن ما فهمت وردة سرها المحبة. عسلامة ومرحبا بكم في كوجينة اليوم. حلقة جديدة اليوم باش نحضروا بعضنا غوسيت بنينة برشا باش نحضروا انتشيز كيك. احنا عملنا من بعضنا قبل في حلقة قديمة انتشيز كيك، المرة الأخرى عملنا انتشيز كيك ما طابش حطينا فيه جيلاتين، واليوم باش نعملوا اون فيرسيون بيورمون امريكان انتشيز كيك نيويوركي باش نطيبوه في الفور. باش نبدا معاكم بلا بروميير بارتي باش نحضروا لاباز بسكويتي نتاعنا باش نسحقوا بسكوي سايدة. انا جو في لو بارفومي بالفاني باش ناخذ ان سكر فانيي في الباز نتاعي نتاع البسكوي، تو تشوفوا اليوم باش نعطيكم لي استوس الكل باش تنجحوا في الغوسيت هذه، خاطر هي اون جينيرال فيزيوالمون التشيز كيك اللي ما يتيبش يبدا ازين على خاطر اللي في الفور فما شويه تكنيسيتي في التحضير نتاعو. اليوم نعطيكم ان شاء الله لي استوس الكل باش ما عادش تحصلوا فيها وتجيكم غوسيت ياسر مزيانه. نحط لو سكر فانيي نتاعي و بيان سور باش نرحيو لي بسكوي نتاعنا. كما نحط لي بسكويت اللي تبقاو لي وانا راني باش نرحيه جويد برشا البسكويت باش نراجعو بودر. فوالا ناخذ البودر نتاعنا نتاع البسكوي و بيان سور باش نسحقو مارغارين نتاعنا جولدينا باش نصليها شويه في الميكرو. انا ناخذ 200 غرام بسكوي ديما نوزن عليهم 80 غرام مارغارين. نحط بالعين عما نعرف ابخي قديش فوالا ندخلهم الميكرو اوند يذوبوا
والباز بسكويتي كيف يبدا ان تشيز كيك باش نطيبوها في الفور ندخلوها للفور انا حطيت الفور نتاعي il préchauffe من بكري 180 degrés je vais l'entasser معناتها باش نرصها لهنا في المول نتاعي اللي انا حطيت فيه لو بابي كويسون كيف ما هكا ومن بعد je vais l'entasser وندخلها تيب pendant 10 minutes 10 دقائق في فور préchauffé à 180 degrés Voilà, je n'ai tawa fait les biscuits, on sob la margarine, on khalat bel gda, on bat, باش نغبيوها في الفون دو مول نتاعنا وانا اليوم عملت لوبسيون هذيا خديت شويه فيك يا مهروشه كيف ما هكا نجمو تاخذوا اللي تحبوا تنجمو تاخذوا كاكاويه نوازات دينوا دي زاموند بيستاش اللي عندكم في الدار سي فاكولتاتيف تنجمو تحطوا حتى شيء زاده لهنا قاعد يطرف بسكوي ما تكسرش ولا هيدو مزوز باش نحيهم كان تحبوا زيادة pour relever le goût نجمو تزيدوا une pincée de sel ولا دو فلور دو سيل اللي عندكم في الدار انا اليوم ما حطيتش هذه الباز نتاعنا تاع تشيز كيك سهله على الاخر غسيت راهي سهله على الاخر ما تاخذش برشا وقت في البريباراسيون باغ كونتر ان تشيز كيك كيف ما هكا راهو de préférence نعملوه قبل بليله معناتها يلزمو يقعد ا بو بري 12 ساعه اوفري معناتها في الفريجيدير ريفريجيراتور مش في الكونجيلاتور نعطيوه وقته نعطيوه 12 ساعه نتاعو اي اون اورا ان شاء الله ان ريزولتا تري تري ساتيسفيزون انا ديما ايكيبي كيما تعرفوني عندي هذيا ديما بوغ انتاسي لي بيسكوي واذا كان ما عندكمش نجمو تستعملوا حتى كيس ولا القاع نتاع دبوسه اللي عندكم في الدار المهم تبدا حاجه هكا بلات كيف ما هكا خاطر بالمغرفه vous avez tendance comme deux ou chira ou chira la de préférence ناخذوا حاجه فيها سيرفاس مقاومه فوالا توا باش ندخلوا الباز بسكويتي نتاعنا 10 دقائق في الفور لو طون اللي نحضروا البريباراسيون نتاع تشيز كيك اللي هي لاباري افروماج نتاعنا ناخذ بول باش نخدم فيه انا اليوم باش نستعمل تارتي فري نتاع ديليس انا باش نستعمل اليوم في التشيز كيك نتاعي تارتي فري نتاع ديليس وباش نستعمل لا كريم فريش زيد كيف كيف نتاع ديليس باش نبدا بالفرماج بون ما نسحقش بالانس خاطر مع بعضهم هذوما باش يجوني الكونتيتي اللي نحب عليها انا لهنا خديت باكو صغير وباكو كبير نجمو حتى تخرجوه الفرماج قبل
بوقت جونغ قبل بساعة ولا قبل بنص ساعة من اللي باش نستعملوه. وتوا باش ناخذ السكر نتاعي وباش ناخذ كيف كيف ان اوتر سكر فانيي. انا اليوم اخترت جي شوازي دو بارفيمي تشيز كيك نتاعنا بالفاني، اما راهو اذا كان باش تعملوه بازيك انا خاطر من بعد باش نستعمل دو كاراميل، كان باش تعملوه بازيك على الاخر ناتور معناتها ما فيه حتى شيء، انا ننصحكم تاخذوا ان زيست دو سيترون، معناتها في ليتاب هذيا تزيدوا ان زيست دو سيترون. توا باش نرخف سو ميلونج اللي هو فروماج وسكر افيك مون باتور. باش نجيو توا باش نزيدو العظم، انا اليوم باش نسحق كعبتين على الكونتيتي هذيا، كعبتين متاع عظم كيف كيف نجيو نركضو مرة اخرى. وفي الاخر بالكل باش نزيدو الكريم فريش. باه فما حاجه بتيت هكا باش تسهلوا عليها، باش تقولوا تشيز كيك هذايا يا اخي ما فيش فارينا. وي انا لو تشيز كيك هذايا ما نعملش فيه فارينا، فما شكون يعمل حتى مغرفه يقول لكم تاع ماكله فارينا، راهو با بيزوان. اذا كان تتبعوا معناتها لي زيتاب هذوما الكل وتحطوا الكويسون لاستيس تاع الكويسون اللي باش نوريها لكم من بعد، راهو ما تسحقوش فارينا بالكل بالكل، ويشد روحو. تنوريكم بعد ابخي لا كويسون كيفاش شد روحو بالقدا من غير ما نحطو فيه حتى مغرفة فارينة. أنا باش نستحق أقل من زوز حكوك كريم فريش. فوالا لاباري نتاعنا نتاع تشيز كيك حضر سي كملنا. انا اليوم جي بريفيري اون باز سهله على الاخر ماهيش كومبليكي. انا اليوم جي شوازي لا فاسيليتي، اخترت لكم الغوسيت، عطيتكم لا باز صحيحه بالكل، وانتم من بعد راهو تنجموا تبدلوا كيما تحبوا. مثلا في الفيرسيون تاع تشيز كيك وكراميل تاخذوا حك حليب كونسونتري، معناتها الحليب المركز تحطوها ساعتين كامله تطيب في الماء، يلزم ديما مغمومه بالماء حتى لين تولي لكم معجون نتاع حليب مركز، ومن بعد تنقصوا في الكونتيتي نتاع السكر وتزيدوها على الميلونج هذيا، تجي بنينه 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 على الاخر. اما انا اليوم جو بريفير نقعد في لي باز، ما نزيدش نكثر عليكم باش تقعدوا مريقلين. باش نجيب توا الباز نتاعي تاع البسكوي اللي هي حضرت سي، نركز اليوم برشا على التكنيك نتاع تشيز كيك باش تنشفوه. باه بخلاف فازت الفارينة اللي حكينا عليها توا، حاجه اخرى بريمورديال هذيا ما تنحيوهاش بالكل، جربوهم لي زاستيس هذوما الكل تو بعد تفهموا ليتيليتي بعد الكويسون. تاخذوا صفيه والبريباراسيون هذيا ما تحطوهاش هكا ديريكتومون، صفيوها بسم الله.
بيان سور احنا دهنا الجناب نتاع الطبق نتاعنا بالمارغرين هاو هيك حدي بزوز يدين مانيش باش نجم نكمل الفراغ على الكل سي با غراف جو في ريزيرفي هذا على الشراء هوب ناخذ لو بون دو ترافاي نتاعنا باه تويكا انا خديت طبق نتاع فور كبير بلان تاعي مازال سخون باش نجي ناخذ ماء سخون باش نسخنو باغ كونتخ توا باش نمشيو نبدلو الكويسون تاع الفور تاعنا باش نطيحو من 180 درجة باش نهبطو ل 140 درجة يلزمنا جوست نوسعو بالنا شوية بالكل راهو ما تقولوش تاخو برشا وقت خاطر باش نطيحو 140 دوغري ما تاخوش برشا وقت اون جينيرال سا فا نو بخوندر ماكسيموم 45 مينوت با بلوس كو ساعة غير ربع في الفور انا نستنى الماء تاعي يسخن ومن بعد باش نجيب نحط البلان تاعي De préférence, qu'un rentre comme papier aluminium, mouche de préférence. C'est obligatoire. À tratio, la jneb, m'ta al-moul, m'ta'na, bel papier aluminium, bel gde, d'aourou, m'ana, t'a t'hoto, t'a t'mon, ou tratio, l'ou ajnebou. Comme ça, on évite, bich l'ma, y'tchlelna fil. L'ma y'tchlelna fil t'baq m'ta'na hevea. Khatr hevea, c'est un moule amovible, la jneb m'ta'o t'tnaha. Un moule spécial, m'ta cheesecake. Et n'a t'a l'ma s'chon. باش نجي نحط ابوبخي ثلث نتاع الطبق بالماء باش ناخو البابي الومنيوم كيما قلت لكم من بكري باش الماء ما يدخلناش في الجناب ما ننسيوش نطيحو التمبيراتور نتاع الفور نتاعنا 140 درجة 140 دوغري كان عندكم شالور فونتيلي في الفور نتاعكم في الدار حطوا اون شالور فونتيلي كان ما عندكمش ميسالش سي با اوبليغاتوار توا كبانا لي زيتاب نتاعنا الكل نتاع تشيز كيك ديرني ديتاي مهم برشا تري امبورطون في الكويسون نتاعنا نتاع تشيز كيك لو روبير نتاعكم نتاع الكويسون راهو نجم نقول لكم يقعد نص ساعه حتى ل 45 دقيقه انتم والفرن نتاعكم اي تو ديبون كان عندكم اون شالور فونتيلي والا لا التشيز كيك نتاعنا يلزم كيف نجيو نخرجوها من الفور يبدا الوسطاني نتاعو مش الجناب الجناب اون جينيرال باش يبسو الوسطاني نتاعو يلزم يبدا يترعرع شويه اون تيكستور ترومبلوطونت فوالا هذيك لو روبير نتاعكم من بعد كيف نخرجوها من الفور ويبرد لو فروماج يل فا ريكوبيري التكستور نتاعو الاولانيه وباش يرجع يبس ويشد روحه فوالا سا سي تري 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 امبورطون انا توا باش ندخل التشيز كيك نتاعي يطيب اونتر اون دومي اون دومي اور اي 45 مينوت ومن بعد نرجعوا بعد الفاصل باش نكملوا نوريكم لو ريزولتا ونكملوا ديكوراسيون بعضنا